ويلكم جايز تو ديفس هات شانل. مرحبا شباب، بونجور صبايا، بتمنى تكونوا بخير. بهذا الفيديو رح ناخذ تطبيق اخر على علاقه التشايلد مع البيرنت، ورح ناخذ عليها تطبيق الذراع الالي لحتى تكون الصوره اوضح عنا. رح نضيف عليه حركه بسيطه، رح نعمل ذراع الي ونخليه يتحرك بهاي الطريقه. رح نرسم الشكل، وانا بفضل انه نرسم دائما من الواجهات. بضغط مسطره، بختار التوب لحتى يكون الرسم عندي أوضح. راح جيب شكل الأسطوانة ونرسم. خليني نشوفها حددها، وبروح على الخصائص وبختار الهاي، وبالبكرة للماوس بأدوس وبأرفعها شوي. برجع لابتوب، راح اجيب مكعب بعدين بنسخه. بقدر من هاي الأيقونة أشوف الخطوط وأتحكم بشكل أكتر. هلا راح ارسم الذراع. برفعه لفوق، راح طوله شوي من الخصائص، اختار الهاي وبالبكره بدوس طوله شوي. بعد هيك نفس الطريقة بالمفاصل، خليه للأسفل، بضغط على دي بنقله للأسفل. بعدين بنسخ الشكل كاترال دي، وبنسخه كمان مرة كاترال دي. بدي الجسم بالأسفل والمكعبين يكونوا عبارة عن جسم واحد، يعني مو يكون هيك، كل عبارة عن جسم واحد مو ثلاثة. اختار المكعب الأسطوانة بالأسفل، شفت هذا المكعب كمان هذا المكعب، بروح لقائمة مش وبقول له كومباين، هيك بصيروا معي جسم واحد. ولحتى سنتر الأسهم بروح على موديفاي وبختار سنتر، هاد صار معي جسم واحد. راح اعطي القاعدة لون لحتى تكون معي بشكل اوضح. اختار assign new material، وراح اعطي اللي فوق لون مختلف. هلا رح نعمل العلاقة للتشايلد مع البيرنت. دائما بحاول ابدا من الصغير وبرجع على الكبير. انا بدي هاد يكون علاقة بهاد، يعني لما احرك هاد يتحرك معه، وبدي لما احرك هاد الاثنين اللي فوقه يتحركوا معه. واذا حركت القاعدة
كله الذراع يتحرك معي، بدي راح ابدا من الصغير ارجع للكبير، بدي هاد شيفت هاد. طبعا بحدد للتشايلد بعد هيك البيرنت اله، يعني بعدين بضغط على حرف البي، بعد هيك راح اختار هاد شيفت اخر واحد وبضغط على حرف البي، بعد هيك الاخير. طبعا الاخير مربوط معه مين؟ اللي فوقه واللي فوقه، بختار بس الاخير شيفت الذراع اللي تحت بضغط على حرف البي. هلا لما الف القاعدة كل الذراع راح يتحرك معها، لو لفيت هاي راح يتحرك بس اللي قدامها، ولو لفيت هاي راح تتحرك لحالها، ولو لفيت اللي بالاسفل هاد وهاد راح يتحرك معه. بدي اعمل الحركة، بدي القاعدة تلف شوي هيك يعني على روتيت الواي، بعد هيك بعد ما تلف شوي هدول ينزلوا بهاي الطريقة. هدول بنزلوا على محور الزد، يعني هاي راح لفها عند تايم 1. راح اعمل على هاي كي سيلكتد انه تكون ثابته بهاي الطريقه، على روتيت الواي راح اعمل كي سيلكتد، وبرضه هدول بدي اياهم عند تايم 1 يكونوا واقفين، راح اعمل عند روتيت الزد كي سيلكتد، يعني عند تايم 1 هاي راح تكون هيك وهدول راح يكونوا واقفين. بدي عند تايم 25 قبل ما اعمل موضوع الكي سيلكتد والتايم والحركة، بتأكد انه هاي الايقونة فعالة لحتى يحط كي سيلكتد لحاله. عند 25 بدي لف هاي شوي، بلاحظ انه بعد ما اخلص بتحول لونها لأحمر غامق وبحط كي سيلكتد، تحول لونها لأحمر غامق وحط لحاله كي سيلكتد لاني انا مفعلة الاوتو كي. هلأ برضو نفس الشي هاي راح نزلها شوي، راح نشوف انه لحاله نزلها وحط كي سيلكتد، وهي راح نزلها شوي وهي راح نزلها شوي. بس هيك بنكون عملنا الحركة عند تايم 1 مثل ما حطينا له كي سيلكتد، بعد هيك راح تلف معي وينزل معي الذراع. وهيك بنكون عملنا تطبيق على موضوع التشايلد والبيرنت واسمه تطبيق الذراع الآلي. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، شاركوني ارائكم في تعليق اسفل الفيديو، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك، ولحتى يصلكم كل جديد اعملوا اشتراك بالقناة واضغطوا على زر التنبيه، تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي ودمتم في امان الله.